السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم. ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن رومان إبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزية قرر التدخل على نحو شخصي من أجل منع اللاعب إيدن هازارد من الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، وارتبط الجناح الدولي البلجيكي بالانضمام إلى نادي ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية القادمة في إطار الثورة التي من المنتظر أن يقوم بها الرئيس بيريز من حيث إجراء صفقات من العيار الثقيل. وأشارت صحيفة إكسبريس البريطانية أن الملياردير الروسي رومان إبراهيموفيتش عرض على إيدن هازارد راتبا سنويا بقيمة 15 مليون يورو للبقاء في صفوف تشيلسي وإزالة فكرة الانتقال إلى أي فريق آخر مستقبلا. وتؤكد هذه المصادر أن إيدن هازارد حريص على خوض تحد آخر من أجل منافسة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على جائزة الكرة الذهبية، رغم أن عقد اللاعب البالغ من العمر 27 عاما يمتد مع تشيلسي حتى عام 2020. وألمح هازارد في وقت سابق من الأسبوع الماضي إلى إمكانية الرحيل عن تشيلسي وقال: في كل عام يتحدثون عن إمكانية انتقالي إلى ريال مدريد أو باريس سان جيرمان، في كرة القدم كل شيء يمكن أن يحدث، ولكني الآن مرتاح في مكاني. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.